السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما تفضل. السلام عليكم. اولا نعتذر مهنا من العوائل اللي موجوده وحتى من عائله النادي الفاسد ايضا نعتذر من يمها. النواب اللي موجودين نواب واسط ما قدموا اي شيء حالهم حال نواب العراق، بالتالي المفروض الشعب العراقي يطلع يحتج عليهم، بل مستحقينهم اكثر من الاحتجاج. زحمه علينا من نطلع ونلقى مره ما دعيتها بالشارع. زحمه علينا من نلقى طفل هذا باكر ابنك بالبدايه لا تلقاه جده والوحده بالليل بنص الناس في العرب في العرب. هذا ابنك اعتبره اللي بالشارع واللي لازم التقاطع واللي يمسح جام. زحمه علينا اذا اكو انسان عنده شرف وعنده كرامه والله وعنده مخافه الله، زحمه علي جامل لنا نائب او جامل لنا واحد بحزب. طلعنا من 2011 واليوم وبعدنا مستمرين والحمد لله والشكر، لا ساومنا ولا خلنا ولا بعنا. اخوانا معروفين، اخوانا اللي جابوا الاحتلال الامريكي واليوم صايرين مقاومه، اخوانا اللي باعوا شرفهم لايران وامريكا، اخوانا اللي سرقوا شعبهم، اخوانا شكو صار بحزب اسلامي بدون استثناء، شكو صار بهذا البرلمان الفاسد الساقط. مع احترام لكل عوائلنا يا اهل واسط وقبلات الله لا ما تكونون ايد وحده بوجه ذوله بدون مجامله، واللي تشوفونا من يمهم ارقع بالقنظره مهما كان. يا اهل واسط جمعنا رساله النواب. احنا نعطيهم ايضا هذا كم يوم هذا اللي بدينا يعني نتعرض للخطر للتسقيط للموت ونتعرض ايضا للمساومه، لكن احنا متاكدين من انفسنا الحمد لله شكرا من بيع قضيتنا. اول وثاني الموت تمتلك مليار تمتلك دينار وتبيت ثالثك بالتراب مهما كان عندك، بس ما لجام الناس فيات سفله عملاء سرقوا الناس عيشوا هاي الاطفال بالتقاطعات. هاي النسوان الجدي والله النسوان اصبحت كلها نسواننا من عشائرنا من عشائركم الواقفين اللي المره اللي صارت عاهره وانحرفت بسبب الفقر بسبب دول النواب، والطفل اللي جدي بالتقاطعات بسبب دول النواب وهاي الكتله الفاسده، وانت تجي تهوس لو علي وياك علي لا شافك علي والله والله العظيم التاريخ يحاسبكم عشان حساب. وهذه الزلم الواقفه يذكرها التاريخ بسطور بيور او صفحات البيض بتحيه للشباب الموجودين، وان خطوه قادمه باتجاه النواب السعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم موضوعنا مشاهدينا الكرام عن هجرة جديدة للعراقيين إلى أوروبا. هذا الموضوع نطرح تساؤلات فيه عن الأسباب التي تدفع شباب العراق إلى ترك هذا البلد، نطرح الأسباب عن طريقة تعامل السلطة مع العراقيين، من هي الجهات التي تدفع بالعراقيين اليوم إلى ترك بلدهم، أيضا نتحدث عن طريقة تعامل من هم في الخارج مع العراقيين وكيف يعاني العراقيون في البلدان التي يذهبون إليها وما هي المخاطر التي يواجهونها، وطبعا الأهم من هذا كله هي الأسباب التي تدفع العراقيين بشكل عام إلى ترك بلدهم. طبعا الخط الجديد قبل شهرين أو أكثر بدأت رحلة جديدة للعراقيين إلى أوروبا من العراق إلى بيلاروسيا ثم بعد ذلك إلى ليتوانيا. هذه الطريقة الجديدة وهذا الطريق الجديد للعراقيين للهجرة غير الشرعية يعني تفسيرات كثيرة، والأهم من ذلك هو الوضع المأساوي الذي يعيشه العراقيون بسبب حكومات الاحتلال وكل المفاسد التي يعيشون ضمنها وكل الأخطار التي يعيشون فيها وكل الفوضى التي يعيشون فيها في هذا البلد المدمر البلد المنهار بكل الجوانب. وبالتالي يبحث العراقيون عن فرصة أمل بحياة جديدة لهم ولعوائلهم بالذهاب إلى بلدان مستقرة آمنة فيها نظام فيها قانون فيها حياة كريمة أحسن بكثير من ما في العراق. طبعا هو ليس تشجيعا للهجرة غير الشرعية، لكن نحن نتحدث عن الأسباب التي تدفع العراقيين وهل هم على حق أم على خطأ بترك بلدهم. خارجية الأستونية قالت إن هجرة العراقيين غير الشرعية إلى ليتوانيا تؤثر على باقي البلدان الأوروبية.
أبلغت خارجية إستونيا حكومة الكاظمي أن الهجرة غير الشرعية إلى ليتوانيا تؤثر على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وضرورة اتخاذ بعض الإجراءات المشتركة لمنع الاتجار بالبشر، واتفقت معها على ضرورة التواصل في المستقبل القريب لوضع آليات لمعالجة الموقف. طبعا أوروبا تنظر إلى الموضوع أنه ضغط جديد عليها، خاصة وأنها تستوعب أعداد كبيرة جدا من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين. أيضا العراق لم يعجبه هذا الكلام من الاتحاد الأوروبي تحديدا، الذي قال بأنه هناك سماح من قبل بغداد باستخدام أو جعل مطاراتها وسيلة للهجرة غير الشرعية. طبعا ردت على هذا الكلام، على بيان الاتحاد الأوروبي، وقالت هذا كلام غير صحيح، مطار بغداد هو مخصص للسفر القانوني فقط. هذا الأخذ والعطاء والشد والجذب بين الاتحاد الأوروبي والعراق مؤخرا بسبب أعداد كبيرة جدا من العراقيين بدأت تتجه إلى ليتوانيا عن طريق بيلاروسيا في طريقة جديدة للهجرة غير الشرعية. معنا اتصال السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للهجرة العراقيين للخارج بسبب المعاناة اللي بالداخل، نعم، بسبب الطبقة السياسية اللي تحكم البلد، فشي يسوي العراقي يضطر أن يهاجر للخارج، لكنه للأسف يهاجر ويلقى الموت قدامه. نعم. فهذا الدمار اللي يعني سواء يلحق العراقيين بالداخل أو الخارج، وكله بسبب هذه الطبقة السياسية اللي جلبت الوين والدمار للعراقيين. وإلا بربك يعني بلد غني مثل العراق بيعيش قارات، نعم، توصل به الحالة هيجي بناسه وشعبه، يعني هاي هذه جرم، هذا هذا جرم يا أستاذ محمد. يعني بعد أكو بلد أغنى من العراق، لكنه للأسف الشديد الطبقة السياسية اللي جاي تحكم به هي اللي جبت العراقيين على الهجرة. وإلا واحد يعني الصراحة إذا توفر له الخدمات وتوفر له المتطلبات اللي يريدها ما يتكبيته مو ببلده. يعني ليش تعتقد سيد عبد الرزاق، ليش تعتقد انه هذه السلطه او حكومات الاحتلال هي التي اجبرت العراقيين على ترك العراق، هي التي تدفع شباب العراق للتفكير الى ترك هذا البلد والهجره؟ حتى احنا شلون نقول بالبصره، حتى اخلالهم الجو، نعم، يعني مثل ما يقول العراقيين. لكن هو هذا صحيح أستاذ محمد، هم يدون العراق لأحزابهم، يعني ما يدون العراقيين. احنا ترى احنا جاي نعيش هنا، يعني ترى حرب، يعني وإلا بربك يعني يا بلد، يعني عن مثل هاي المعاناة اللي جاي نعاني، درجة الحرارة 50 والكهرباء متقطعة، يعني نعم. أي بلد يعني هسي ليتوانيا اللي راحوا لها يا أستاذ محمد، ايش بيها ليتوانيا؟ ومع كل هذا وذاك اللي الناس اللي يدعون للهجرة دولة السماسرة، أيوة، المفروض هم يتحاسبون اللي يدعون الشباب مالتنا للهجرة وبعدين هذا المصير مالتهم. نعم. وتحياتي لك. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق. أبو علي من النجف، تفضل يا أبو علي، حياك الله. خويا الله يسعدك. الله يسلمك، حياك. أنا وسهلا خويا. احنا شوف بالنسبة احنا لا من دورة ولا من الطائفين، احنا أي. احنا البلد هذا يعني ها يجي واحد غريب يتدخل بي، مو صح كلامي خلاص. مثل منو يعني؟ يعني يتدخل بي مثل بتروح ده نحكي فيه يعني. مو صايا جايدي شلون 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 ها شلون ابو علي؟ اقول لك العراق اي ما اريد يعني واحد يعني بيتدخل يعني مثلا خارج العراق، يعني خارج العراق، يعني احنا ما اريد يعني مثلا يعني تيجي واحد جسمه دخل نفسه يعني مو عراقي، يعني ايش اللي اقول لك يعني؟ مثل منو؟ مثلا هاي الدول امريكا وغير امريكا يعني. يعني هسه انتم متحشون، انا هسه انا شوف انا
انا رجال عايش أي. بالعراق اي زين انا عايش ببلدي لا دور احزاب ها اي بس انا واحد من يحكي على واحد فلان فلان زين زين مختلف ايش بي انا تعرف انا مشوف ما دور احزاب لا ولا زيد ولا ولا غير زيد يعني يعني انت انت يعني انت ضايج على مقتدى الصدى مو في بي جاي اقول لك حكايه السيد الاحتلال بالسقوط قاوم الاحتلال بالسقوط اوقات وقات احنا احنا يعني احنا مو شوف احنا وطنيين احنا طيب قلنا اخواتنا اي ما حد ما حد جاب ما حد جاب طاري ما حد جاب طاري السنه وشيعة انت بدك تحكي بالموضوع احنا ما حكينا لا لا مو لا السنه قوتنا زين ماكلين وياهم احنا زين اه وشاربين وياهم احنا اي ورشتهم طيب يعني انت بس هسه بس هسه سؤال انت بعيد عن الموضوع مال الحلقه جاي تتكلم عن مقتدى الصدر تقول هذا شخص مقاوم وطني لا تحكون عليه هذا القصد يعني هو قاوم الاحتلال بس انا كنت اشوف هم سقطوا السياسيين سقطوا السياسيين من اللي سقط من اللي سقط مقتدى الصدر يا ابو علي هو يقول هو يقول انه كل الحكومات اللي صارت بالعراق اني اساس بها اساس بتشكيلها لولا موافقه التيار الصدري ومقتدى الصدر هو بكلامه لما تشكلت هذه الحكومات الفاسده اللي اليوم العراقيين طالعين عليها ليل نهار يشتمون بها هو يقول هو يقول انا اللي جيت بالكاظمي انا اللي جيت بعبد المهدي والعبادي والمالكي والجعفري وعلاوي الو وياك انا خاطر صغير لك انا خاطر صغير لك انا ما ادور احزاب انا انسان وطني انا سلاح الدراجم ولا متعين رجال عامل اشتغل عرفت علي؟ اي شوف انا احزاب هاي واحد يفقد واحد زين غطيله وغطيله طيب هو مو حزب اقول لك ابو علي هو مو حزب سياسي هو مو بالعمليه السياسيه هو هم مو حزب لا ما اقول لك بس هو رجال شوف انا وقال انا بعد ما لي شغله بهم دولة الفاسدين دول ربعه ماكو ربعه تمام يعني علي دول الفاسدين دول ماكو ما له علاقه بهم دولة ب 2014 اعلن نفس الاعلان قال حنسحب من العمليه السياسيه وذول الفاسدين اتباعي ما لي علاقه بيهم ومن هالكلام وراها استلم 54 نائب برلماني وست وزارات وبعدين يعني هو حيظل يضحك على العراقيين هوايه بهالموضوع مو سوى نفس اللي سواه قبل سبع سنوات يا ابو علي مو سوى اللي سواه هسه قبل سبع اقول لك انا ما ادري انا ما شايف عينه اقول لك اي انا جاي اعبر عن نفسي انا اي طبعا انا شايف عيني انا شايف انا ما ادري بس طيب. المشكله تدري شنو احنا محتلين خالص لا كهرباء لا عمل زين نعم. شنو يعني هاي سيد ابو علي اريد اسالك سؤال واختصر وياك بس اسمح لي اريد اختصر وياك الموضوع اللي عندنا ناس بدها تنتظر بالحكومه أي. بالحكومه الحاليه حكومه مصطفى الكاظمي التيار الصدري يمتلك وزارتي الكهرباء والصحه انت مواطن عراقي اليوم بلا وظيفه بلا راتب بلا كذا الكهرباء شلونها بمدينه النجف وواقع الصحي شلونه بالعراق الله وكيف مو شيء كهرباء فساد اداري الله وكيف شوف اطلع اي ها خلنا خدمه ثاني فساد اداري دوائر نعم الله وكيف كذا وين ما تروح بوك نعم بس بالمستشفيات عرفت يعني سؤالي من اشتكى على واحد يقول انت باطل يعني سؤالي من اشتكى على فاسد يقول انت باطل عرفت يعني احنا انا اقول لك رب البوق على الله وكيلك يعني فزادي داخل يعني دمرنا الاحتلال الله وكيلك امريكا وايران وايران شنو ايران شنو دورها بالعراق ايران والله يا اخوي خليني احاجيك احنا انا بالنسبه مو طائفي اي مش عارف قلت لك انا نعم قلت لك احنا ما نريد ندخل بالعراق ما نريد واحد يدخل لا شرقيه ولا طيب انا اشكرك يا ابو علي شكرا جزيلا من النجف بس انا قلت شنو رايك بايران ما قلت شنو رايك بالشيعه حتى نقول انه طائفي ايران
إيران دولة بغض النظر عن طوائفها وانتماءاتها الدينية، ما لنا علاقة، إيران دولة متدخلة بشأن العراقي باعترافات المسؤولين الإيرانيين الذين يصفون العراق بأنه الباحة الخلفية لإيران، وبعض المسؤولين يصفونه بالعمق الأمني القومي لإيران، وغيرهم يقولون نحن اللي دندفعه دناخذ أضعاف من العراق وغير العراق. هذا كلام المسؤولين الإيرانيين، الموضوع بعيد عن السنة والشيعة، وكلام عن مقتدى الصدر. هو الرجل يقول بأنه هو جزء من العملية السياسية بل أساس من حكومات ما بعد الاحتلال، بدونه لا تشكل أي حكومة، بدون موافقة التيار الصدري لا تتشكل أي سلطة. هذا كلام مقتدى الصدر الذي يخرج العراقيون اليوم. طيلة هذه السنوات المضت كانت تبنى فقدان الثقة بينهم وبين هذه السلطة بكل أحزابها، ووصلوا إلى مرحلة يطالبون بإسقاط النظام ويرفضون تواجد هذه الأحزاب، وهو في مقدمتهم طبعا، مرفوضون من الشعب العراقي. موضوعنا المشاهدين حتى لأنه أخذنا أبو علي، بس وجهة نظرة كان يطرحها بموضوع التيار الصدري ومقتدى الصدر، موضوع عن هجرة العراقيين والأسباب، وربما الصدر ليس ببعيد عن الأسباب التي دفعت كثير من العراقيين إلى الهجرة. سعد من الكويت تفضل. يا هلا بك يا أستاذ محمد، تحية واحترام للناس الرافدين، تحية واحترام. أستاذي بالنسبة كيف يهاجر العراقي عن بلده، بلد المليارات والخيرات، بلد الخيرات والمليارات يا أستاذ. وكل إنسان له حق التعبير والرأي أيا كان بالدستور يا أستاذي. لكن من المسؤول عن إعمار العراق يا أستاذ؟ هل البرلمان أو الحكومة؟ السؤال الأخير، أنا ناوي أهاجر إلى خانق وجبال حمرين، وتحياتي لكل البرنامج والقناة. شكرا يا سعد. لك يا أستاذ محترم. شكرا يا سعد. المسؤول عن إعمار العراق الحكومة، الرئاسات الثلاث، البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، هذه هي الرئاسات الثلاثة التي تحكم العراق، وهي المسؤولة عن إعادة الإعمار وبناء هذه الدولة. يعني هذا المختصر. أبو أحمد من صلاح الدين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندنا هنا أصمعنا الزغير وهو مختص السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا يا أبو أحمد. مشاهدينا الكرام، طبعا كما قلنا بدأت رحلة جديدة وخط هجرة جديد، يعني بدأ منذ شهرين وأكثر بقليل. عراقيين بدأوا يتوجهون إلى دولة ليتوانيا، وذلك عن طريق المرور ببيلاروسيا، خاصة وأن هناك قدرة للحصول على فيزا بيلاروسيا في غضون يومين في العراق، وتكون عن طريق الطيران، وشيء طبيعي جدا. ثم بعد ذلك يتوجهون إلى ليتوانيا عن طريق السماسرة. هذا الموضوع أدخل العراقيين اليوم بمشكلة جديدة، مشكلة بيلاروسيا. طبعا بيلاروسيا يترأسها ألكسندر لوكاشينكو، دكتاتور قمعي، ومتهم أيضا باصطياد المعارضين، وحدثت خلال حكمه طبعا منذ فترة ليست ببعيدة عملية إيقافه بالقوة لطائرة على متنها معارض، وقام باعتقاله وإلقاء القبض عليه. بدأ يستخدم هذا الموضوع بسبب فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي عليه باستخدام ملف الهجرة والمهجرين، استخدام ضغط، ورقة ضغط على أوروبا، وبدأ يعتقل ويحتجز الكثير من المهاجرين غير الشرعيين. أدخل هذا الموضوع حقيقة العراقيين بمشكلة جديدة. والسؤال هنا، هذا الطريق طريق الموت، لماذا وصل العراقيون اليوم طيلة هذه السنوات من حكم هذه الأحزاب الدينية الإسلامية كما تقول، التي وعدت العراقيين بحياة مرفهة وكريمة ولا يضطرون بعدها إلى شقاء أو تعب، لماذا وصلوا اليوم إلى هذا الحال، يترك الشعب العراقي بلده بحثا عن ملاذ آمن؟ لماذا وصل الحال اليوم بالعراق في ظل حكومات إسلامية تقول عن نفسها متدينة تسير وفق الكتاب والشريعة؟ لماذا القرآن والشريعة، لماذا بدأت اليوم تكون هي السبب في ترك العراقيين، أو ليست بدأت، هي أصلا منذ الاحتلال سببا رئيسا لترك العراقيين بلدهم؟ لماذا لم تعمر هذه الحكومات أي شيء للعراقيين تجعلهم يتمسكون بهذه الأرض ويكون هناك فرصة لهم لبناء حياة كريمة لهم ولأسرهم؟ لماذا اليوم أصبحوا يخاطرون بحياتهم وحياة عوائلهم في طرق مجهولة المصير، مظلمة في نهايتها، من أجل البحث عن ملاذ آمن لهم لحياة كريمة يعيشون في بلدان أخرى تستفيد منهم ومن خبراتهم العلمية ومن تجاربهم ومن مهاراتهم ومن أموالهم حتى إن امتلكوا بعضا منها؟ معنا اتصال. السيد ناصر من بغداد تفضل.
حياك الله ناصر. استاذ محمد، موضوع مهم للشعب العراقي. نعم. طبعا الهجرة بتصير هي هجرة قطرية. نعم. اما يسيئون وضع المادي على الفقر، واما يحاربوه عن طريق الاقتصاد. نعم. او التهم هواية تهم كيدية. محمد. نعم. قد يجوز مو ذات تهم كيدية يتهمون الطائفة الثانية، احنا نجيب لنا يتهموها بالتخفيف حشاهم. نعم. هم لكن في هذا وضع على بغداد طبعا، واللي يتحقق من بلده ما كل امان نبي استاذ محمد. نعم. في الشوارع انت خاف تسمع انه بغداد طلع السيد رئيس الوزراء قال والله بالتسعة ونص ما نقدر نعبر من جانب الجانب والله. نعم. فالوضع بالعراق سيء، اما يصوروا لي بعض الفضائيات سيء جدا، لان هاي فضائيات مدعومه. نعم. يعني علي مكرم سامع على الطريقه سياسه الظهير. فاحنا مع الاسف انه تدرب هاي الكفاءات. نعم. هاي الكفاءات توصل على الخارج وتشترى. أقولها مو تشتروها ما أرى. نعم. دول العدنة بحيان صغيرة. لكن البرة العادة في الظهر عقولهم يشتروا عقولهم ما يشتروا ما أرهم. إذا هذا طلع برة ما يبيع ضميرة أستاذ محمد. نعم. إحنا مو نكذب على نفسنا ونقول كذا وكذا لا. فهذول يصير عندهم هجرة من حالة الاضطرار. نعم. حالة الاضطرار وهي أصعب حالة. عندنا هنا بالعراق القضاء العراقي هو من يساعد على هؤلاء يخليه هاجر. سيد ناصر، سؤال لو سمحت، هل برايك الصحيح ان يهاجر العراقي تاركا بلده، لو ان يبقى يحاول طرد من احتلوا بلده بالقوه وبقدومهم مع المحتل وبنشرهم للفوضى والفساد؟ برايك شنو الصحيح بالموضوع؟ هو اذا تقيس صحيح المواطن عليه ان يقتل، لكن حالة الاضطرار استاذ محمد. نعم. هو محارب من قبل ميليشيات تقود بلد. نعم. والقضاء العراقي افسد قضاء شفته بالعرب وبالعالم. نعم. فاسد. محمد انا مفردات اعرفها عفوا، مفردات في الزوير وفي انا ضمير عليك. فاحنا مع الاسف انه احنا لا نعتمد عليه صار خطيه. وقال في الجهاز صار راحوا ضحيه البحار. نعم. ضحيه البحار. يا ما غرقوا بنفسه من اجل بلده. صدقني بالله العظيم هذا اللي سافر بلده هو محب اكثر مني انا الموجود. نعم. اكثر مني انت يوم منه وكان في البلد وهاجروا من اجل السلامه. طيب سيد ناصر تذكر انه اي تفضل باختصار لو سمحت. استاذ محمد خلص سنتين الضباط وزارة الخارجية الفعالات الدراسات العليا الظاهر ما يخالف سبع ونص وما حدث حاله. يجوز جنابك انت مو حاضر بالعلاوي. سبع ونص الدراسات العليا الظاهر والحر على روسه. صحيح. وهذا الموضوع سلطنا الضوء عليه. نعم. كثيرا جدا معتصمي العلاوي. انا اشكرك يا سيد ناصر من بغداد. خلونا نذهب مشاهدينا الكرام الى فاصل قصير ومن بعده نعود. من 2003 إلى 2021 يعني ما يقارب راح يصير 20 سنة 18 سنة. شنو صار؟ ما النتيجة؟ برلمانات، نواب، حكومة، وزراء، رؤساء. شنو النتيجة؟ أنا أقول لك فقر، جوع، خوف، نقص خدمات، صراعات، تسقيط. بعد شنو؟ لا ماء، لا كهرباء، لا صناعة، لا صحة، لا تعليم، لا نفط، لا حدود، لا وطن، لا سيادة، بس تبعية.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. شفتوا هذا المقطع وهو يرد على نفسه ولسان حال هذه الطبقة السياسية الذين يتحدثون من خلال المنابر الإعلامية ومحطاتهم الفضائية وغيرها، يروجون للمثالية والحياة المزدهرة والديمقراطية وأنهم هم المخلصون، لكن بالنتيجة هم أيديهم جميعا ملطخة بدماء العراقيين وبسرقة أموالهم وبنشر الفوضى وبحمل السلاح وغيرها من هذه الأمور التي باتت مكشوفة للجميع. أبو نور من الأنبار، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ العزيز؟ حياك الله، أهلا وسهلا. احنا أستاذ، ليش احنا بالدور اللي أقتل الشعب العراقي؟ شلون؟ يعني ليش ندخل بامور اكبر من طاقه الشعب العراقي؟ مثل شنو؟ يعني هو احنا نريد نحكيها بس لا تعتبرها مننا طائفيه. اي اي، ليش هو البلد من اللي وصل لهالحاله هاي؟ نعم، البلد اللي وصل لهالحاله هاي هو هذا مقتل صدر العمايم المحملين اللي جو من ايران وربع ايران. طيب، هم اللي وصلوا بكل صراحه. اي، احنا السياسيين اللي يعني اللي اللي مشاركين بالعمليه السياسيه بغض النظر عن الطائفه، هم ايش قدموا للعراق؟ اي، الشيعة العراقيين الاصليين شرف بهم وعلى راسه. نعم، زين، بس اللي جو مزيفين من ايران ولعبوا على الشيعة ولعبوا على السنه ودمروا هالشعب، هذا شعب كان مرتاح وقاعد وما عنده لا طائفيه ولا شك، كنا نبات بالبصره بالشوارع، ما حد يقول لك انت شيعي ولا سني. نعم، صح لا لا صحيح، بس انا اريدك بس تتجنب، اريدك بس تتجنب الشيعة والسنة بالموضوع، لانه اللي دي يحكمون وان كانوا من طائفة معينة، لكن هل هم يحسبون على هذه الطوائف؟ هل ذولا اللي موجودين اللي اسمهم سنة العملية السياسية ذولا يمثلون المحافظات المنكوبة؟ يمثلوكم انتم اهل الانبار، اهل صلاح الدين، نينوى، يمثلون اهل ديالة؟ لا استاذ العزيز، ما يمثلون. نعم، هو هذا الكلام يا ابو نور. احنا نقول بانه بغض النظر عن الطائفه او انتمائهم الطائفي، اريد اوضح لك الصوره. تفضل. احنا من بيجون جماعه من الجنوب، اي، نقوم بواجبنا ونخليهم ببيوتنا لان دول اهلنا واخوتنا واهلنا. نعم، زين، احنا ما نتكلم بالعرق الطائفي، بس احنا نقول نحكي الواقع اللي وصلوا لهذا البلد، هم السياسيين اللي جايبينهم من ايران وغير ايران. نعم نعم. ابو نور، تعليق بسيط منك، فقدنا الاتصال للأسف، كنت أريد تعليق من أبو نور على هجرة العراقيين. نسمع رأي أبو علي من بغداد، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم، الله يخليكم إن شاء الله. الله يبارك فيك ويرحم عارض الضارين يا النبي محمد. الله يسلمك. أبو غريب، بس أبو غريب المي مالها مكتوب، وغراب كلها قاطعينها، كان معاها الصدام حسين ما ينقطع. طيب، ما ينقطع، وهسه احنا بابو غريب العالم عطاشه. نعم، عطاشه ومحتاجين مي. نعم، واذا نفس البرلمانيين اللي خدموا ثلاث سنين لو ما ادري كم دوره، اذا يعيدون نفس البرلمانيين، لا والله ما نروح للانتخابات. ما نروح للانتخابات نهائيا. احنا قريب شفنا الويل. نعم، شفنا الويل يا عمي، والله العظيم شفنا الويل، لحد الان المي مقطوع من الصبح لحد هاي الساعه. شو تقول على العراقيين اللي اليوم بلشوا من جديد رحله جديده يتركون بها العراق بحثا عن ملاذ امن، هجره جديده؟ اي والله والله فلا يلمون، خلي يطلع العراقيين، اتمنى العراقيين يوم الانتخابات ما يشم على مود ما يشوفون احد. ما يشوفون احد، العيشه اللي يروح التركي لاي دوله يعيش بكرامه، بس هنا احنا عندنا بابو غريب عم العالم انذلت، العالم انذلت. مو ذولا هم نفسهم اللي اجوا وقالوا احنا دريد نخلص العراقيين، اجينا نخلصهم من نظام قمعي، قتلهم، دمرهم، سوالهم، هم ايش قدموا للعراقيين اليوم؟ وليش وصل الحال حتى العراقي اليوم يترك البلد يبحث عن اي طريق خطر حتى يترك العراق؟ خذوهم، جابوهم من الخارج، هذول حديدة عن الشيطان. حديدة عن الشيطان، كان برلماني من 2003
الله يرحمك يا صدام حسين، ألف رحمة على والديه اللي راح وشفنا ناس الزيولة اللي ما شفناها بأبو غريب، قمنا نشوف منيح ومي أبو غريب اللي تحسر علي، والله اللي تحسر علي من الصبح لحد هاي اللحظة. شوف أبو علي، ماكو مي عندنا أبو غريب نهائيا. الله يكون بعونكم بقضية عانهم اللي جابوهم. نعم. عمت عانهم ونشوفنا شكولاتهم. أنا أشكرك يا أبو علي، شكرا جزيلا، كنت معنا من بغداد، شكرا لك للمشاركة. أزمة في بلاد النهرين، أزمة شح مياه وتلوث مياه كبيرة جدا، واليوم عرضنا في تواصل.com مقاطع عن تلوث المياه في محافظة البصرة، ملتقى النهرين يعني للأسف يعيشون حالة مأساوية جدا بسبب تلوث المياه وطفح وفيضانات في أماكن أخرى بسبب عدم استغلال المياه الصالحة للاستخدام. كل هذه المفاسد في زمن حكومات الاحتلال، يعني اليوم وصل الحال بالعراقيين أنهم يتركون خطر الموت في العراق بحثا عن ربما مجازفة بخطر موت آخر في طريقهم إلى بلدان أوروبا أو أي بلد آخر غير العراق، يبحثون فيه عن ملاذ آمن. كيان من بغداد، تفضل. ألو، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية حب واحترام وتقدير إلك وللكادر وهاي القناة الأصيلة العراقية. حياك الله، بارك الله بك. الله يحيي أستاذ محمد، أرجوك تعطيني مجال. تفضل. أنا أرد على الأخ المحترم أبو علي من النجف. طيب ماشي، تفضل. أول شيء مساك الله بالخير أخ أبو علي، أنت من عنده بي، بس أنا أصحح لك فكر عندك خاطئ، هذا صحح لك إياه، قبلها من أخوك الزغير. كان العراق له هيبة وله حضور، الأول بالزراعة، الأول بالتعليم، الأول بالصحة، الأول بالصناعة. دجلوا الفرات، دجلوا الفرات، الماي مالهن فائض، تمام؟ استوى سيد مقتدى من 2003 لحد 2021. طيب. نهى الزراعة، نهى الصناعة، نهى التعليم، ماكو عندنا 60% أمية وإحنا معلمين القراءة والكتابة، صحة ماكو. دجلوا الفرات مقبلات على اختفاء، مو على جفاف، على اختفاء بعد، يعني ماكو، بدل ما نصير بلد النهرين، بلد الاختفاءين. طيب أنا خليني سيد كيان أكون أنا كأنه الطرف المقابل، خليني أطرح عليك كم سؤال وبالمقابل حضرتك ترد بما تراه مناسب. يقول لك أبو علي من النجف أنه السيد مقتدى الصدر قارع الاحتلال وقاوم المحتل، وهو قال بخطابه الأخير أنه أنا أرفض كل الفاسدين الموجودين بالتيار الصدري. هل تعتقد بأن هذه الحجج أو الذرائع وإن كانت بغض النظر صحيحة أم خاطئة كفيلة أنها تنجي مقتدى الصدر من 18 عاما من الفساد والفوضى والميليشيات؟ أستاذ محمد. نعم. أرد عليك ماشي. أول شيء هو من أسس جيش الإمام وتفرعت من عنده العطاء والنجباء والكتائب وهاي كلها تفرعت من عنده، هو السبب. هو السبب، صاحب القاعدة الرئيسية هو السبب، هاي الوحدة. ثاني شيء ما يقول أنا ما أدخل بالفاسدين بالتيار وغير التيار، هذا هوان في شبك، هذا كلام إعلامي بس. أما بالباطن لا، هو ماخذ مالاته جو العباية حاطن وانتهى الموضوع. تمام. هاي الوحدة. ثاني شيء أستاذ محمد، هو يعني أردفين هو منه شنو موقع بالإعراب مثلا؟ سياسي، رجل دين، شنو تحصيله الدراسي، شنو منجزاته، شنو بحوثه، منو يعني منو يلعب مقدرات العراق يا خالد؟ العراق ترى مو لعب، العراق هذا ترى، هذا العراق اغاث اكبر كل واحد العراق، ما حد يقدر يمس العراق بشعره، دمرتوه، نهيتوه، ما خليته بيروح، ارامل، مطلقات، معتقلين، نازحين. ليش هذول اهلنا النازحين قد يوم هو طلع وقال انا ارجعهم، وهو صاحب اكبر تيار بالعراق، تمام؟ ليش ما راح جاب النازحين وخلاهم بدلوته؟ ليش ما راح قعد ويا النازحين؟ قال انا، يقول انا هم نازح، ذول اهل وناس، اقعد يمهم، اقعد يمهم لحد ما ترجعونهم، حالهم. ليش؟ طيب، سؤال أربطه بما تفضلت به بقضية موضوعنا لهذا اليوم. هل تعتقد بأنه الصدر، مقتدى الصدر، جزءا من المنظومة التي تدفع بالعراقيين، شباب العراق، إلى ترك هذا البلد؟
100% سبب الرئيس هو استاذ محمد. استاذ محمد نعم. مدينه الصدر مع احترامات الاهلنا وناسنا الطيبين الساكنين فيها نعم، مدينه الصدر مدينه سمت باسم والده تمام. خلنا نسولف لك على مدينه الصدر. طيب. ملامسها 100% مدينه الصدر خربه يعني لما اقول لك خربه ما عندي تعبير اقوى من الخربه. خربه نعم. خربه منتهيه، لا خدمات او خوف الناس أيه. عايشه هناك برعب وخوف. يعني استاذ محمد اكو كلام ما تطرق به اعلاميا احترام أيه. للقناه والك وللصادر الطيب اكو نعم. كلام يعني والله العظيم لا تسمع دول العالم يعني تقول لا اله الا الله. ها يعني استوى ايش قدم المدينه الصدر؟ استبسط الامور ايش قدم لها بنائها أيه. مستشفى. هل من الصحيح هل من الصحيح ان نختصر مشكله العراق بمقتدى الصدر او مشاكل العراق خلينا نقول؟ طب استاذ محمد يعني هذا سؤال عجيب غريب مع احتراماتي لك. طبعا هو السبب الرئيسي اخذني على قد عقلي وجاوب اذا تقدر. انت اخوي وعلى راسي اخوي محترم عندي بس يسلم. انا ارجوك تسمح لي ما تقاطعني. طبعا هو السبب الرئيسي ماكو حكومه شكلت الا مو هو الدعمها، دعم المالكي، دعم العبادي، دعم حتى شوف بالبدايه الجحفري دعمه عادل المهدي كلهم حتى هذا مصطفى الكاظمي نعم. يعني هو سبب رئيس استاذ محمد. احنا ليش نغض النظر عن هذا؟ ليش نغض النظر؟ لا متى نظل ساكتين؟ لا متى نظل خايفين؟ يعني دمر العراق واحنا ننذبح كانما خرفان الاضحيه؟ ما يصير استاذ محمد. هذول الناس لازم يتحاسبون حساب عسير وترجع اموال العراق وترجع هيبه وحضور العراق بين الدول العالميه مو بس العربيه. العراق كان له هيبه كيان من بغداد. شكرا جزيلا لك واعتذر منك. عندنا ناس ينتظرون المشاركة. وبغض النظر عن طبيعة السؤال احنا الفكرة نريد اجابات من الناس، نريد اراء الناس بغض النظر. السؤال قد يكون بسيط، قد يكون عميق، قد يكون صعب. اذا كانت هناك مقدرة على المشاركة برأي فهذا المنبر مفتوح. ريا من امريكا تفضلي. او ريان. السلام عليكم. وعليكم السلام ريا تفضلي. استاذ محمد انا ما عرفت السؤال بس دا يعني شفت القناه اللي تحكون عن الهجره وسفر نعم. الشباب اتوقع صحيح. اليوم اكو ملف جديد، ملف هجره الى ليتوانيا من العراق عن طريق بيلاروسيا، واحنا نسال عن الاسباب اللي تدفع العراقيين الى اتخاذ طريق موت في سبيل الخلاص من موت. والله يعني صراحه انا لو كانهم نفس الشيء اسوي لانه الانسان يا اما يحيا ومو يعيش. اكو فرق بين ان تعيش وبين تحيا. نعم. العيشه هو كل انسان كل مخلوق ياكل يشرب واكو فتش مكان يأوي، بس بين ان تحيا ان تحقق طموحك وتوصل الاشياء اللي تريدها هي هاي الحياه. نعم. اكو مقوله للرئيس الامريكي جون كينيدي يقول لا تسال ماذا قدم بلدك لك. نعم. لكن اسأل ما قدمت أنت لبلدك. إحنا كنا بالعراق عاجزين عن نقدم خدمة حتى لنفسنا. صرنا مجرد آلة على أهلنا وعلى إحنا. أكو مرة ظروف إحنا قدام باب البيت ما نقدر ننظف. نعم. وكانت أيامنا متساوية ومن تساوى فهو مغبون. سيدة ريا قبل النصيحة بس أريد أسأل حضرتك سؤال. اغلب اللي يحكموا العراق او اللي يحكمون صار لهم 18 سنه كانوا عايشين في اوروبا، كثير منهم عندهم جواز سفر لدول ثانيه، دول متقدمه متطوره امنه مستقره مزدهره. انت بامريكا اكيد وجربتوا الحياه هناك واكيد طبعتوا بطبعهم ربما وبداتوا تكونون عمليين اكثر، ربما مقدمين شيء لهذا البلد اللي انتم بيه. ذول اللي كانوا عايشين في هذه البلدان اللي ينظرون إلى العراقيين في وقتها ويطلعون على الإعلام يقولون العراقيين مظلومين، ليش ما أجوا نقلوا هذه الخبرات اللي اكتسبوها في هذه البلدان اللي جنسوا بيها واللي عاشوا في نظام آمن مستقر، ليش ما نقلوا هذه التجربة إلى العراق؟ ليش جاءوا بتجربة أسوأ من ما سبق؟ أستاذ محمد جتين وخبرات تنهض بالعراق من عندهم محمد الحجية، الناس كلش كانوا وطنيين، وينهم؟ اغتالوهم، همشوهم، اكو ناس طفروا بجلدهم، الدول الجوار وهمين لحقوهم لهناك، ويوميا يقولون لواء وعسكري احترق هو وعائلته، هم هذول ناس وطنيين، بس يردون يشوفوهم عندهم حس وطني، يردون ينهضون بالعراق، يصفوهم وبتهم كيدية. نعم.
نعم. أنا شاكرة جزيلا ونصيحتي لكل شاب عراقي ما أطول عليك. أي. إذا أنت مرضي أمك وأبوك وتريد ترضي نفسك وتشوف المكان غير مناسب إليك، اجتهد وتفوق بدراستك وأطلع من هالبلد، قدم نفسه إليك والعائلتك. شكرا جزيلا. شكرا يا ريا. يعني هي بصراحة القضية صعبة جدا، وهذه الآراء يعني قد يراها البعض بأن هي الرأي المناسب السديد في هذه القضية، وأن العراقي يجب أن يبحث عن فرصة أفضل، وقد يعارض البعض هذا الرأي ويرى بأنه يجب أن يرحل هؤلاء الذين يحكمون العراق والذين نشروا الفوضى والفساد. تضارب آراء حقيقة. نسمع مصطفى من بغداد، تفضل يا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احنا فتحت موضوع يعني موضوع منيت مال هجره الشباب. نعم. كل شاب عراقي انه بذاته يريد يطلع خارج هذا البلد. نعم. على مود يريد يحس بامان، يريد يحس بعداله. نعم. يحس بتخييم. هسه حاليا بالعراق اكو جروبات تطالب انه طالب من الحكومه تفتح الهجره على مود الشباب تهاجر. على الاقل هناك يشوفون فرصتهم، يشوفوا فرصة عمل. زين احنا عايشين بالعراق، لا فرصة عمل، لا تعيين، لا ان لحد محترمنا، ماكو شغل، ماكو عمل. زين احنا على شنو عايشين بالعراق؟ افتحوا لنا الهجرة للمهاجر خارج العراق، على الاقل واحد يحس بالعدالة، بدل ما احنا عايشين بضيم وقهر ولا كهرباء ولا مي ولا اقل. العالم قاعدة ايجارات وناس فقرة. زين افتحوا لنا، خلينا نطلع، خلينا نجي من هذا البلد، اخذوا البلد تبي انتوا وحكموا بكيفكم، وشو تجون سووا سووا. خوش يعني شنو على شنو احنا باطين هنا بهذا البلد؟ بلد مو بلدنا. ناس اجت اخذته وراحت وشبعت فيه، بدا ياخذون فلوس وبدا تاخذون مليارات، وهون خلينا نطلع. خوش رايدين من عندنا. طيب. خوش العالم الشباب تكثرت، العالم تكثرت بهاي التفجيرات، انتوا تسوون كل ما تقرب الانتخابات تصير تفجيرات، تصير هجوم، تصير شو اسمه، هاي كلها سببها الانتخابات. كل ما تقرب الانتخابات تجهيشي. فاحنا بزعنا افتحوا الحكومه خلت تفتح لنا، نريد نعيش. طيب. خارج العراق. مصطفى انا اشكرك، الوقت لان ضيق. مثل ما قلنا هي اراء قد يختلف وقد يتفق معها، لكن في النهاية أيضا من يخرج من العراق ويترك هذا البلد بحثا عن فرصة أيضا هو يعيش مغامرة وخطورة قد تودي بحياته، مثل هذا الشاب العراقي اللي أعلنت لجنة الحدود البيلاروسية وفاة شاب عراقي في ظروف غامضة على الحدود البيلاروسية الليتوانية. اللجنة قالت أن حرس الحدود عثر على شاب عراقي كان عائدا من ليتوانيا في حالة خطيرة قرب الحدود، وحاول تقديم الإسعافات الأولية لكنه توفي على الفور. يعني ليتوانيا أيضا وصلت مرحلة قالت أنه أجازت لقوات حرس الحدود بأن يستخدمون كل الطرق حتى يمنعون عبور العراقيين وأي لاجئين غير شرعيين، ومن ضمنها القوة وإطلاق الرصاص الحي. هاي ليتوانيا، دول كانت سببا في خراب العراق بشكل أو بآخر، وأغلقت أبوابها أمام العراقيين الذين يطالبون بفرصة لحياة كريمة. وطبعا هذا الموضوع هو ليس تشجيعا كما قلنا، لكن بسبب ما وصل إليه العراقيون. علا من بابل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ محمد؟ حياك الله، أهلا وسهلا. طبعا بالنسبة لموضوع المهجرين إلى الخارج، أخي الشعب العراقي يتلقى الكثير من المعاناة، كثير من الظلم، الشعب وصلت فيه على درجة فقر في العالم، ولو العراق هو أكثر دول العالم، أغنى دول العالم يعني. نعم. فالمواطن يجي من ناحية التعليم جدا فاشل وجدا رديء، وأنا طالبة وما تلقيت من المدارس العراقية التعليم الجيد والمدارس النظيفة والحقوق الكاملة. تيجي من ناحية الماء والكهرباء تتلقى الكثير من المشاكل، يعني بالنسبة للماء نص اليوم مقطوع. الماء سر الحياة، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا أخي حتى الحكومة ما خلت فيها شيء حي. بالنسبة للكهرباء كذلك، ساعة، ساعة ونص بالكثير ساعتين تجي، والباقية مطفية، لو تشتغلوا هم تنقطع. من ناحية الماء حتى الرواتب لو يصرفوها لو لا، يعني المواطن العراقي بعد شو يشوف؟ بعد احنا شو نشوف؟ كل الظلم شفناه. طفل عمره 9 سنين يشتغل اجلكم الله زبال او بياع اكياس بالسوق، مريض كبير بسن يجي للمستشفى على مود يتعافى، يتعالج، يتلقى العلاج الجيد،
لكن بالنهاية يحترقون وجثثهم تتحول رماد. لكن نقول الله موجود. ونصيحتي لكل أبناء الشعب لا تيأسون لا تيأسون. إحنا إذا نتخلص ما نتخلص من بلدنا، ما ننفع غير بلد، بلدنا إحنا ننفع. إذا نتخلص نتخلص من الحكومة الفاسدة. ما قلت مظاهرات، لكن هو مو قول، فعل. لازم نفعل، لازم نتكاتف إيد بإيد. العراق محتاج أبنائه، ما محتاج حكام يجون من الخارج ويجون مدعوا منين يحكمونه. هم ما يحكمونه، هم يجون يأخذون يتونسون بالفلوس، يتنعمون بأموال العراق، يتنعمون بخيراته، والشعب المسكين يصدق بأقل كلمة. وقبل يقولوا له علي وياك علي سيدة علا، أنا أشكرك. أيوه. شكرا جزيلا، الوقت انتهى، أعتذر منك، الوقت انتهى، وقت البرنامج. شكرا جزيلا لك سيدة علا من بابل. وصلت وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكر حضراتكم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.